ليسدد كرة قوية وجد طريقها إلى مرمى الحارس شويح مانحا بهما لفريقه. هدف حرك المباراة أكثر وحتم على الأمل التكثيف من العمل الهجومي لتعديل النتيجة. أخطر محاولة كانت في الدقيقة 42 كرة في العمق ومقدم برأسية كاد أن يسجل هدف التعادل، لكن الحارس شعال كان له رأي آخر. لتنتهي المرحلة الأولى لصالح مولودية الجزائر. البدني والتحرك بأكثر سرعة فوق الميدان حيث كاد أن يعادل النتيجة في الدقيقة 56 بتسديدة قوية من أعيل، والحارس شعال يتألق في إبعاد الكرة مرة أخرى. بعدها وفي الدقيقة 64 الحارس شعال يؤكد أنه الرجل المناسب لحماية عارين المولودية بعدما تصدى لكرة خطيرة جاءت من مقصية سليم برهمي. وفي الوقت الذي تراجعت المولودية إلى الدفاع ازداد ضغط الضيوف، وتسديدة أخرى قوية من بوزيان مرت بالقرب من مرمى شعال، ونهاية المباراة بفوز مولودية الجزائر وحصدها النقاط الثلاث.